هاي يا حلوين، كيفكم؟ شتحنا لكم يا حلوين، رجعنا لكم فيديو جديد، والفيديو التحدي عن اقوى بنت في اليوتيوب. برافو، مين هي اقوى بنت في اليوتيوب؟ سيرين. انجلينا قويت فيلي انجلينا ستيلا ندري مين اقوى بنت في اليوتيوب؟ سيرين. لك شو انا مشهور؟ لا هلا بس اكيد ستيلا الكيوت ستيلا. اوكي، في عنا تحديات حلوة وفقرات مميزة كتير حلوة وجديدة وأول مرة بنعملها. جاهزين؟ يس نو؟ ايه اوكي، ليتس جو على التحدي. رح تلعب أول واحد، مين رح تتبرع؟ مهلا مين؟ يلا اعملوا حاجة ورطة من قص ما تبرع. يلا حد ليش انت شينا مستهلا؟ اوكي خلاص انا بدي حجرة ورقة مقص ندري شيرين بابا حجرة ورقة مقص شيرين لا شيرين هيك شيرين لما تبدأ يا خذي نبات شو شيرين جاهزة؟ انت راح تفعلي الطابة بس ما تصيبك 1 2 3 ليتس جو لا ضل شوي يا شيرين خسر آه أبو شيرين خسرت ما شيري نيكست ثواني أوت شيرين خسرت جاهزة ستيلا؟ لا لا تكون جاهزة 3 2 1 ليتس جو برافو ستيلا برافو ستيلا ستيلا مثلي خسرتي جاهزين؟ اعملوا حاجة ورقة مقص حاجة ورقة مقص انجلنا ربحت لا لا اوكي ما حدا جاهز 3 2 1 ليتس جو والله برافو انجلنا انجينا يا خسارة انجلنا خسرتي يلا دور مين؟ دور ندريم تفضل ندريم جاهزة ندريم؟ يعني 3 2 1 ليتس جو 1 بسم الله يلا كيفكم فاشلين على اللعبة ليش؟ ما أنا بسيطة أصدقائي بأول مرحلة الكل خسروا ولا واحدة ربحت جاهزين التحدي الثاني؟ يس طيب التمرين الثاني مين راح تتبرع أول شيء؟ أنا أنتِ راح تتبرعي؟ يلا يا مدريس راح تتبرع لحالها من غير حجرة تفضلوا جاهزة ندريم؟ لا يس تمرين صعبة؟ بعرف هو سهل بس صعب كثير أعرف شو كنت تعمل أنت؟ يلا 1 2 3 ناو هاي دي هاي يا ناو يعني ناو هذه الاخيره ناو بو بو مدري خسرتي ناو شي ناو ندري ناو 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 عرفت نيكست راح نتبرع ولا حاجه انجينا جاهزة انجلينا؟ ايه لا لا ايه لا اوكي تفضلي جاهزة؟ لا 3 2 1 لا نحسن لا ولا لا ما لازم كان على الرجل ايه يلا يا انجلينا كنت تمسكي يس بعد شوي اخر محاولة انجلينا ركزي وين نيكست ستيلا تفضلي يلا ستيلا تفضلي جاهزة؟ كلنا نخسر وتبعي انتوا بدكم اقوى بنت باليوتيوب يعني لازم تكونوا قوية عندك تركيز تفضلي ناو ستيلا لا تقوي كثير ألا شوي هيك كانت قدر بحكي بو ستيلا تفضلي شيرين شيرين جاهزة؟ ايه
يلا انت ربحي اقل شيء هالمرة بخلني اخلي ربحي ما انا لك خساري كل مرة ناو ساشو ليك برافو شيري ربحت برافو 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 ليتس جو على التمرين الثالث والاخير وهلا عندنا التمرين الثالث والاخير مين راح تتبرع شيري لا مو خلي سلام لا يلا اول حجر ورقه مقص تفضل حجر ورقه مقص لا لا انت كمان بس هيك بلاش ما لا 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 يا ندري تفضلي اي حداد من باي ما جاهزه جاهزه مو صعب 20 ثانيه احسن وزن الكاسه على رجلك 20 ثانيه فقط لا غير حاسه طويله على الوقت نعم هاي رجلك فورا 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 ايوه برافو كمان لا لا هيك بس نزلتيها بتوع المي ارفعي رجلك لفوق ايوه لا انت جاهزه؟ ما بدي اقدر هيك ما ما بتضبط ما بتضبط لا 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 شغل السلا فارج لك ندرين يلا جاهزة ندرين يس يس 3 2 1 let's go ندرين شغل السلا يلا ندرين لا تخسري يلا بليز يلا بس يا اوت ستيلا انجينا تفضلوا يلا تفضلي ستيلا انت اوت كل خسراني بس شيرين رحت لا لا شيرين الوحيدة عندها نقطة عملوا حجر ورقة مقص حتى انجينا اوكي ده انجينا جاهزة انجلينا جاهزة يلا يلا ضبطي انجينا ضبطي اجرك انجلينا هي عند الرجل هيك انجي خليكي هيك انجينا بليز انجلينا يا انجلينا مو رجلك مو ساوي اصلا انجلينا انجلينا اصدقائي انجلينا انجلينا خلاص بالمرة بس سيو انجينا تفضلي ستيلا انجينا يا خسارة ولا ثاني يلا جاهزة؟ ايه أعداد الموبايل بليز يلا نروح عندنا يلا 3 2 1 ليتس جو سلاح تفوزي سلا لفوزي سلا يا سلا برافو سلا برافو ربحت واو هلا هلا في عنا الرابحين بس شيرين وستيلا تفضلوا تاخذوا الباني اصدقائي عنا الرابحين شيرين تفضلي وستيلا تفضل وستيلا خسروا
صح. وهيك وصلنا لاخر فيديو، نتمنى انه يعجبكم هذا الفيديو، بنقول يوم جديد فيديو جديد، اشتركوا بالقناه، حطوا لايك، باي باي.